بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصحاب الفضيلة العلماء، الإخوة والأبناء الأعزاء، أيها الحفل الكريم، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. شرف عظيم لي أن أقف أمامكم مشاركاً لكم في تأبين هذا الراحل الكبير والعلامة الفاضل الذي هوته القلوب وهفت إليه النفوس واحتل مكانة بارزة ليس في منطقته وحسب، إنما في كل أرض وطأتها قدماه وخالط أهلها وعاش بين أناسها ولو لفترة من الزمن. ولا نحتاج في إثبات هذا إلى دليل وبرهان، فالكل يسلم بذلك ويعرف منزلته ومكانته بين الجميع، وكم كان له من تقدير واحترام في كل الأوساط الاجتماعية. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف استطاع هذا العلامة الفاضل أن ينفذ إلى نفوس هذه الجماهير التي عبرت عن حبها له وتأثرها الشديد برحيله يوم هبت لتشييعه ذلك التشييع المهيب؟ والجواب على هذا السؤال نجده في قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وما تعلق قلوب المؤمنين بهذا العلامة الراحل إلا جزء من تباشير الخير التي تنتظره إن شاء الله عند خالقه. فمن خلال سيرته العطرة والتي تميزت ضمن سير الأفاضل الذين ساروا على طريق الجهاد من أجل رضا الخالق جل وعلا، حيث كان همه الأكبر وهدفه الأسمى حمل رسالة الدين الحنيف، استجابة لقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ولم يكن له هدف آخر سيطر على هواجسه وشغل عقله وتفكيره غير هذا الهدف. ومن هنا كانت نقطة الانطلاق نحو الهدف وحث الخطى نحو الغاية. والهدف كبير والغاية ليست بالهينة، غير أن الإرادة الصادقة والعزيمة الثابتة والتوكل على الله يجعل الإنسان يتحدى الصعاب ويستهين بالمعوقات ولا يكترث بالمعطلات. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فرغم الظروف الصعبة التي كان يعيشها، إلا أنه حقق ما كان يصبو إليه ووصل إلى مبتغاه وكان له ما أراد، حيث توجه إلى النجف الأشرف ونهل هناك من منابع العلم الصافية وحصل وعاد بعد العناء إلى أرض الوطن. عاد لا ليستريح،
استراحة المحارب بعد خوض المعركة. ولكنه عاد ليبدأ العمل الأهم والأصعب، وهذا هو شأن الرجال العاملين، حيث وكما أشارت الآية السابقة الذكر: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن همه لم يكن محصورا في التحصيل العلمي فقط، وإنما الهم الأكبر في أداء رسالته بين أفراد مجتمعه بعد عودته. وأعتقد جازما أن مرحلة التحصيل العلمي أخف وطأة من المرحلة التي بعدها، ففي مرحلة التحصيل العلمي هو الذي يقرر حجم العمل وكيفية العمل ومتى يبدأ ومتى ينتهي دون ضغط من أحد أو مطالبة ومحاسبة من أحد، بينما هو في المرحلة الثانية وقد توجهت إليه الأنظار، مطلوب منه أن يعطي، وماذا يعطي، ومن يعطي، الكل ينتظر منه العطاء، وما عطاء العلم وتقديم المعرفة إلا واحدا مما هو مطلوب منه. ومما تجدر الإشارة إليه أنه وعند عودتهم مباركة كان ظرف الزمان قد تغير، وشهدت المنطقة الكثير من المستجدات، وصارت الأمور في تطور متسارع وتغير مستمر، والعالم قد انفتح على بعضه، وغدا كما هو معروف لدى الجميع وكأنه قرية واحدة، فأي حدث في أي منطقة في العالم يكون له أثر في كل المناطق ولو بقدر معين، شئنا ذلك أم أبينا، مما يجعل مهمة حاملي الرسالات في مجتمعاتهم أكثر صعوبة وأشد تعقيدا. وهنا تبرز قوة الإنسان وقدرته على التعامل في جو مشحون بالتحديات، تبرز قدرته على إيصال ما يريد للآخرين ممن هم في حاجة إلى التوجيه والإرشاد والتوعية بما هو مطلوب منه تجاه دينهم، باعتباره رسالة سماوية جاءت من أجل وضع الإنسان على الطريق الصحيح الذي يمكنه من خلافة الله في الأرض، رسالة ارتبطت تعاليمها بجميع مناحي الحياة وشملت كل القضايا واهتمت بالصغير والكبير من الأمور، تملك الحل الأمثل والأكمل لمختلف المشاكل التي قد تواجه بني البشر على هذه الأرض. وهذا ما استطاع هذا العلامة الفاضل فعله وتمكن من تحقيقه من خلال مواقفه العملية التي تتسم بالحكمة وبعد النظر وسلامة التفكير. ومما يعزز ما نقول احتضانه لجميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المنطقة، ورعايته الأبوية ومساندته الدائمة لها، حيث كانت لديه القناعة التامة بأهمية وجود هذه الجمعيات والمؤسسات واستمرارها وزيادة قدراتها وتنمية نشاطاتها، لأنها إنما جاءت من أجل خدمة المجتمع والنهوض به والمساهمة في حل مشاكله وفقاً لما تملكه من طاقات
وأن أي خلل فيها أو ضعف يصيبها سينعكس ذلك سلباً على المجتمع، فكان لحضوره الدائم، وأقول الدائم، مع العاملين في هذه الجمعيات والمؤسسات أثره الكبير في دفع عجلتها نحو الأمام وإيجاد مزيد من الرغبة لدى العاملين في العمل، لما كان يمثله وقوفه معهم من عطاء روحي يخلق في النفوس الثقة والإطمئنان ويعزز السير على الطريق الصحيح والسليم والمفضي لرضا الباري جل وعلا، وهو الهدف الذي يسعى الجميع لتحقيقه. وباختصار، كان سنداً وخير سند، وداعماً وأفضل داعم. دعاؤنا للخالق الكريم أن يتغمد فقيدنا الغالي برحمته الواسعة، وأن يحشره مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يكون جزاؤه يوم الدين جنات النعيم، وأن يمن علينا بمن يسلك بنا ذات الطريق في القول والعمل، إنه قريب مجيب. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.